السلام عليكم متابعين ومتابعات قناتنا نانا شوبينغ اكادير، مرحبا بكم من جديد. فيديو جديد اليوم غادي نديرو واحد الجوله في مروه كما كتشوفوا ديجا في اللوغو ديال القناه. فاق الصباح بكري مشيت غير انا وولدي الصغير وقلت بلاتي ندير الجوله في مروه، شحال هذه ما مشيت ليها وكانوا خاصيني شي كسيوات وهذا. الوغ هذه هي مروه. بالنسبه لي صود لقيتهم دايرين صود بيان سور في المسائل ديال الصيف ولا حويجات ديال الصيف راه دايرين فيهم صولد البنات طال ناقص 70% كما كتشوفوا معايا. دخلت المروه صراحه لقيت واحد لوشوا كبير البنات، الالوان زوينه، كسيوات رائعين جدا. المهم اختكم هنا غادي تبدا الجوله. اللي اول حاجه عجبوني هاد لي بوتس هادو البنات كما كتشوفوا معايا، اثمنه مناسبه. المهم اثمنه ديال مروه راكم ديجا عارفينهم. وبالنسبه للبنات كيسولوني واش مجربه حويجات مروه، البنات انا دائما كناخذ حويجاتي بزاف في مروه. غنقول لكم علاش، لان فيها لي طاي الكبار. اهم حاجه في مروه كنلقاها هو انها فيها لي طاي الكبار، هذاك الشيء علاش كنبغي نمشي نتقدم منها بزاف. وبالنسبه لحويجاتهم واش كيصدقوا ولا لا، انا شخصيا كيصدقوا ليا لان طريقه ديال التصبين راه هي مهمه البنات في الحويجات ديال مروه ولا اي حاجه، سورتو غير التيشيرتات بزاف. اما حتى الكسيوات فالكسوه اللي شتوني لابسه فراه هي ديجا خديتها من عند مروه وكناخذ عندهم حتى التيشيرتات. راه والله الا لدابا باقي عندي، راه كيدوزو عندي 3 سنين 4 سنين لدابا باقي عندي، راه شتوهم تقولوا جداد. اي لبسه شديتوها من مروه كتكون واحد التيكيته، هذيك التيكيته تبعوا اشنو فيها فقط. هادشي اللي كندير انا وما كنغسلش بالسخون، كنغسلهم غير بالبرد. كما كتشوفوا معايا هنا جايبين ديجا حويجات دومي سيزون، صراحه زوينين، ماشي ديال البرد داك القاسح او ميم طو ماشي ديال الصيف وماشي ديال البرد. يعني في العشيه بحال هكا كي كنعرفوا راه كتخرجي في الصباح كتلقاي البرد وفي الوسط كيكون الصهد وفي العشيه كيكون البرد عاوتاني. الوغ ممكن تهزيها وديريها عليك وتمشي بها. عجبني هاد الاحمر، هاد القيوم جا هكا. وريت لكم جوج شكيلات الاولى والثانيه، حاولت ما امكن انني نشارك معكم بعض التفاصيل في الفيديو ديال الحويجات اللي كاينين. بالنسبه للناس اللي كيكونوا بعاد وما قادرينش يمشيو وما كيعرفوش واش ولا ما عندهمش الوقت وما كيعرفوش واش كاين الجديد ولا لا، من بين الاشياء اللي عجبوني هاد الكسيوه صراحه. راه ما تقديت والو واخا مشيت، قلت بلاتي حتى نشوف معكم واش شنو غتقولوا لي ان شاء الله في لي كومونتير. وانطلاقا من لي كومونتير ديالكم غنقول لك غنمشي ناخذ. عجبتني البنات هاد الكسيوه وعجبتني واحد الكسيوه اخرى تتقول لي شنو كاين. بالنسبه لهادو بيان سور انا ما كيعجبونيش، هما زبيونين ولكن ماشي لاج ديالي وماشي ما عرفتش. انا كنحاول نيفيتي السراول، كنقول من هنا لقدام مابقاش نلبس السراول، بقى نلبس غير الطويل غير كسيوات بحال هكا. ولا كاع لبس اضطريت انني نلبس السروال نربط شي حاجه تكون فوق الركبه ان شاء الله. الله يهدينا على الطريق المستقيم البنات. هذه من بين الاشياء اللي قررت انني نغير في طريقه اللبس ديالي. بغيت نغيرها شويه باش تكون شويه شنو نقول لكم، نكون راضيه على راسي من طريقه اللبس. عجبوني بزاف هاد السريولات اللي كيجيو هكا مبطنين ولا مقطنين البنات، كيجيو زوينين. بالنسبه للبنات اللي كيلبسوا بحال هادو يخرجوا بهم، وعرفتي انا جاوني كاع تلبسيهم حتى في الدار بحال الكيتما بحال سيرفيت وهذا زوينين. القطن ديالهم عرفتي خطير البنات والله، التوب ديالهم خطير. كاينين هادو اللي فيهم صديفات وكاينين هادو اللي كيدخلوا بحال شي بول. الوغ كيما قلت لكم حاولت انني ناخذ لكم بعض لقطات وبعض الحويجات وبعض الاثمنه، راه حاولت نشدهم لكم كاملين. شديت لكم شويه الصنيدلات شويه الستيكان شويه الكسيوات شويه من كل حاجه باش هكا تكون عندكم واحد الفكره قبل ما تمشيو المروه بيان سور، وتاخذوا فكره كما قلت لكم باش هكا تعرفوا شنو كاين في السوق. حاولت نجيب لكم الجديد وكنحاول انني نحط فيديوهات والله رغم الصعوبات اللي كنلقى، ولكن كنقول لا انا وعدت البنات غنحط فيديوهات، صافي خصني نحط فيديوهات ما خصنيش نتنازل على الوعد ديالي. وكنبغيكم بزاف، كنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم واخا محتاجه باقي الدعم ديالكم والبارطاج البنات. بارطاجيو الفيديو مع الاحباب ولا الاصدقاء راكم كتعرفوا اي وحده ميكات ولا غبرات على اليوتيوب فهي محتاجه الدعم، لان راه مده وزمان وانا غبره على ماشي مده وزمان مي مده غبرت على اليوتيوب. لذلك كنحتاج الدعم ديالكم في البارطاج باش هكا نعاود نرجع من جديد. راه كندير محاولات
كل نهار كنقول لا واخا عندي مقديه نتقدى وداكشي على حساب لي كومون، خصني نمشي نصور البنات الجديد بيسك خرج خصني ضروري ما نصور لكم الجديد. غنقول لكم كنبغيكم بزاف، شكرا للمتابعه ديالكم، التشجيع ديالكم، لايكات ديالكم، فهي راه محفزه بالنسبه ليا في هذه الوقيته. ما تنساوش الاخوان ديالنا بالدعاء، اخوان ديالنا بالدعاء، البنات محتاجين لينا بزاف الدعاء، ما قدرنا نساندوهم في والو ولكن على الاقل نساندوهم بالدعاء، هذه اقل حاجه نقدروا نديروها. كيتقطع قلوبنا ولكن راه الحياه تستمر. كون كانت شي حاجه بيدينا ولا عاطينا الاختيارات كون راه اكيد انا الاولى اللي غادي تكون مع دوك الاختيارات، ولكن لا اله الا الله، ما عندنا ما نقولوا الا حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم، وربي يوقف معهم، واكيد راه الله كيشوفهم وكيشوف العذاب ديالهم، كيشوف كل شيء، راه عنده شي حكمه، وحنا كننتظروا ان شاء الله نشوفوا هذه الحكمه وقلوبنا معهم. واللي غادي نديرو حنا هو فقط نقطعوا المنتجات ديالهم، هذه راه بوحدو انا عرفتي كنحاول ما امكن انني ناخذ المنتوجات ديال بلادنا، يعني المنتوجات اللي كنلقاهم ديال البلاد كنعرفهم كنخرج منهم الشكل، الشك نحاول نيفيتي المشروبات الغازيه، لان بلو بار المشروبات الغازيه فراه ديالهم بحال هكا، على الاقل هذا الشيء بسيط، شي حاجه بسيطه نديروها نقدروا نوصلوا بها الصوت ديالنا. هذا الشيء اللي غادي نقول لكم، ما عرفتش الفيديو شي يخليه ولا غنديروه، المهم لهم الاختيار. كنبغيكم بزاف، وما تنساوش ليا البارطاج البنات، كنبغيكم بزاف، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو ماجي.
you.